كيف اكتشفت النار؟ لقد كان اكتشاف النار نقطة تحول رئيسية في حياة البشر، فقد فتح اكتشاف النار العديد من المجالات أمام البشر في شتى المجالات المختلفة من الطهي ومحاربة الحيوانات المختلفة من أجل الحماية أو الصيد. وما قبل تلك الاستعمالات، فقد كان أول استعمال للنار هو من أجل الحرارة والضوء. كما تم ملاحظة تغير في سلوك البشر عند اكتشاف النار، فقد ظهر على الإنسان القديم تحول النشاط البشري إلى الليل أيضا، فلم تعد حياة البشر مقتصرة على النهار فقط، وقد تطور استخدام النار فيما بعد ذلك إلى الطهي، مما أدى إلى حصول بعض التغيرات في البشر والتي اكتشفها العلماء، فقد أصبح الإنسان قادرا على الحصول على مصادر أخرى للغذاء والبروتينات، كما لوحظ ازدياد حجم الدماغ واضمحلال حجم الإنسان. وقد اختلف العلماء في كيفية اكتشاف النار من طرف الإنسان الأول والتحكم فيها، فمنهم من قال أن الإنسان الأول قام باكتشاف النار من البراكين، ومنهم من قال أن الإنسان قام باكتشاف النار عن طريق ضرب صاعقة للشجر. أما عن أول طريقة قام الإنسان من خلالها باكتشاف النار فهي تعود إلى فرنسا في إقليم هيرولت، وتعود هذه الطريقة إلى العصر النحاسي، ومن المحتمل أن الطريقة الأولى التي قام فيها الإنسان الأول بإشعال النار هي عن طريق حك الأجسام ببعضها البعض، كما أنه توجد ادعاءات أخرى تدل على أن الهومو قاموا بالتحكم والسيطرة على النار فيما بعد ما يقارب 1.5 مليون سنة. أما أول دليل قاطع على تحكم الإنسان في النار فيعود إلى جنوب إفريقيا، حيث تم العثور على عظام محترقة بين أدوات العصر الحجري مع علامات قطع في هذه العظام، كما تم اكتشاف تناول الهومو في تلك المنطقة للحوم مع بقايا رواسب محترقة في الكهوف والعديد من الأدوات المستخدمة في التحكم في النار كالحطب والفحم والحطب المتفحم، والذي تم تأريخه عفوا باستخدام الكربون المشع. أما بعد ذلك فقد تطور استخدام البشر للنار بشكل كبير جدا، فكما يصنف العديد من الناس بأن هذا الاكتشاف هو أهم اكتشاف في التاريخ البشري، ففي مصر القديمة على سبيل المثال والتي تعد من أوائل الحضارات في التاريخ البشري، فقد كانوا يستعملون النار من أجل التعدين وسباكة الذهب والطهي في مواقد مصنوعة من الطوب، كما أنهم كانوا يستعملون بعض الآلات المختلفة لإشعال النار كآلة تعتمد على الدوران السريع باليدين، ومن ثم تطور استخدام النار حتى وصل استخدامه إلى أيامنا الحالية في شتى المجالات المختلفة.